إذا كان الطول الموجي الذي له أقصى شدة شعاع كل من الشمس والنجم، يبقى دي ليميت ده للشمس ودي ليميت ده ام للنجم. على الترتيب احسب درجة حرارة النجم، يبقى تي تو مجهول، يبقى لو سمينا ده كده إذا علمت حرارة الشمس يبقى دي تي وان. حسب قانون فين الطول الموجي للترددات الأكثر إشعاعا تتناسب عكسي مع الدرجة الكلفانية. لما نكتب عكسي يبقى لو قلنا لمدة ام وان على لمدة ام تو هتساوي تي تو على تي وان، بحيث تي درجة كلفانية. بالتعويض هنعوض عن لمدة وان بخمسة من عشرة مايكرو متر، وعن النجم أربعة من عشرة مايكرو متر. عشان نحولها المتر بنضرب في عشرة أس سالب ستة، عشرة أس سالب ستة، وهيروحوا مع بعض يساوي تي للكوكب، هي دي مجهولة، تي للشمس، تي للشمس بستة آلاف، حاصل ضرب طرفين يساوي حاصل ضرب وسطين. إذا لو خلينا تي تو في طرف، المعامل بتاع تي تو مين؟ اللي هي بتعتبر أربعة من عشرة، وفوق هنا طبعا أربعة من عشرة، وأما الخمسة من عشرة تضرب في الستمية، ستة آلاف درجة كلفانية. طبعا الفاصلة مع الفاصلة، على أربعة فالواحد فالألف وخمسمية، لو ضربنا خمسة في ألف وخمسمية يطلع صفر صفر، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين معناها الاتنين، واحد في خمسة، واحد في خمسة بخمسة واتنين سبعة، يبقى سبعة آلاف وخمسمية كلف. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة عند إضافة مكثف. طبعا احنا عارفين ده اكس ال ودي ار، في الحالة دي المعوقة هتساوي الجذر التربيعي مربع الار تربيع مقام الأمية ومربع الاكس ال، لان طبعا العلاقة بينه زاوية بينهم 90 درجة. طبق لها في صغرس لكي لا يتغير الناتج، الشكل الجديد اهو جذر ار تربيع زائد، لو ضفنا مكثف هيبقى اكس ال ناقص اكس سي. فمتى يكون الناتج ده يساوي القيمة ديت؟ اذا ضعفنا قيمة الاكس سي. فاذا ضعفنا قيمة الاكس سي وطرحنا الاكس ال من اتنين اكس سي قدها مرتين، في الحالة ديت ينتج نفس الناتج. يبقى نقدر نقول، يبقى نضع مكثف في هذه الحالة مفاعلته الحسية اكس سي هتساوي ضعف الاكس ال، ضعف الاكس ال. فاذا عوضنا عندي باتنين اكس اتنين اكس ال، ففي الحالة ديت هيطلع نفس الناتج اكس ال، ولا تغير ايه المعوقة. واذا لم تتغير المعوقة لا يتغير شدة التيار، لأن العلاقة بين التيار والمقاومة علاقة إيه؟ والمعوقة علاقة عكسية. السؤال اللي بعده، احسب تردد الفوتون المنبعث من ذرة الهيليوم عند انتقاله من مستوى M إلى المستوى L. يبقى نقدر نقول الدلتا إيه، الدلتا إيه ده هي التي تتحول إلى طاقة هتساوي E M ناقص E L، يعني طاقة المستوى اللي ينتقل منه. ما نيجي نعوض، بنعوض عن قيمة الدلتا اللي تحول ل H في نيو، وال H ثابت معروف قيمة ثابتة، يبقى مين اللي هيبقى موجود عندنا؟ نيو اللي هو التردد. الاي ام بكام؟ الاي ام بالقيمة دي، يبقى نفتح قوس سالب اتنين
واربعة اتنين واربعين من مية في عشرة أس سالب تسعتاشر. طبعا القيمة دي كلها بإيه؟ بالجول، يعني متحولة جهاز. لكن لو كانت بالإلكترون فولت نضرب في شحنة الإلكترون، ناقص ده الناقص هيت ناقص طاقة ال طاقة ال بتساوي سالب خمسة وأربعة وأربعين من مية في عشرة أس سالب تسعتاشر. نعوض عن قيمة السائد الثابت بلانك، ستة وستة خمسة اتنين خمسة في عشرة، أو ستة بالقيمة دهيت ستة على طول، ستة تقريبا في عشرة أس سالب أربعة وتلاتين. المجهول عندنا من هنا نيو اللي هو التردد، هتساوي لما نطرح دي من دي بيطلع قيمتها بالآلة الحاسبة تلاتة واتنين من مية في عشرة أس سالب تسعتاشر، عشرة سالب تسعتاشر بالقسم على المعامل. إذن نيو بتساوي نقسم الطرفين على المعامل، هو ستة في عشرة أس سالب أربعة وتلاتين، والبسط تلاتة واتنين من عشرة في عشرة أس سالب تسعتاشر، يطلع لنا الناتج بالشكل ده بالآلة الحاسبة، خمسة في عشرة أس أربعتاشر هرتز اتش زد. المسألة رقم 25 دي بنطبق لها قانون كرشوف عشان نعين قراءة الأميتر اللي هي بنعتبرها I3. أول خطوة نطبق كرشوف الأول عندنا التفرع. هنفترض النقطة ديت التفرع، ونقول بما أن مجموع التيارات المتلاقية تساوي صفر، ونكون ثلاث معادلات. طيب عند النقطة المتلاقية عند هذه النقطة وليكن إيه مثلا، يبقى الأي ون بالنسبة لإيه داخل فنديله موجب، يبقى أي ون موجب، أي تو خارجة السهم خارج كده يبقى سالب اي تو، اي ثري ايضا اي ثري خارجة كده خارجة يبقى بسالب اي ثري، وهنسمي المعادلة ده كمان تقريبا يساوي صفر، ونسمي المعادلة ده رقم كام؟ واحد. ناخد المسار العلوي، في المسار العلوي نطبق كرشوف التاني. بينص كرشوف التاني على ايه؟ في مسار مغلق مجموع القوة الدافعة في باتري بيساوي مجموع فروق الجهد، مجموع اي في ار. تعال نطبق المسار فوق. اول حاجة لازم نفرض في اتجاه عكس عقارب الساعة، بحيث اللي يمشي مع هذا الاتجاه يبقى موجب، واللي يعاكس هذا الاتجاه يبقى سالب. فاول حاجة البطارية 12 فولت بالموجب. ليه بالموجب؟ لان الاتجاه الاصطلاحي او الاتجاه التقليدي برضو كده ماشي عكس عقارب الساعة. طيب نشوف اي وان، اي وان مشت في مين؟ اللي هي اي في ار. طب ما الاربع اربعة في اي وان، اربعة 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 اي وان. الاشارة هنا موجبة ليه؟ لان سهم الاي وان في نفس اتجاه الفرض اللي احنا فرضينه بتاع اي تو برضو زائد، لان سهم الاي تو ماشي معاها اي تو، يبقى اتنين اي تو زائد اتنين اي تو، وهنسمي المعادلة رقم اتنين. بعد كده ناخد المسار السفلي. في المسار السفلي نطبق كرشوف التاني. طبعا هنفرض هنا المرة دي بقى مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة، ولو فرضنا مع عكس عقارب الساعة صح أيضا، وده اختلاف في الإشارة فقط. فال 2 فولت اتجاهها الاصطلاحي أو نقدر نقول التقليدي ماشي مع اللي احنا فرضينه، فيبقى هنا مجموع الفي باتري بيساوي مجموع الأي آر اللي هو بينص كرشوف التاني في مسار مغلق مجموع قوة الدفع بيساوي مجموع فرق الجهد. قوة الدفع باتنين لأن بطارية واحدة، 2 فولت. الاي 2 ماشيه في مين؟ في 2،
يبقى نقول 2 اي 2 موجب لان سهم على سهم. 2 اي 2 اي 3 اي 3 اللي هو بقى هنا بقى العكس بقى، لان السهم اهوت عكس اللي احنا ده ماشي اللي احنا فرضينه مع عقارب الساعه، لكن ده عكس عقارب الساعه، فيبقى 3 اي 3 يبقى سالب 3 اي 3 سالب، لان سهم الاتجاه الاي 3 عكس اللي احنا فرضينه، ده ماشي عكس عقارب الساعة واحنا فرضينه مع عقارب الساعة. وهنسمي المعادلة دي رقم كام؟ 3. بالآلة الحاسبة نستخدم ناخد نختار مود، المود بعدين نختار الكويشن، ممكن في بعض الآلات يبقى رقم 2 أو 3 الكويشن المعادلة، بعد كده نختار رقم 2 اللي هو ذات 3 مجاهيل. وبتخيل بيانات لما نيجي ندخل هنقول معامل الاي 1 بينقول 1 يساوي سالب 1 يساوي سالب 1 يساوي 0 يساوي. المعادلة التانية هنقول نبدأ برضه زي ما احنا بدأنا بالاي 1، 4 يساوي 2 يساوي مفيش اي 3 نقول 0 يساوي، واللي بعدين 12 يساوي. المعادلة التالتة مفيش اي 1 فنقول 0 يساوي، بعدين كده 2 يساوي سالب 3 يساوي بعدين نساوي. هنلاحظ ان انت هنستنتج ان الاي 3 الاي 3 هتطلع قيمتها 46 من 100 امبير. ناخد المثال لما نيجي نقول اتصل جلفانوميتر حساس بمجزي اكس قيمته 2 من 10، يبقى الار اس هنا 2 من 10 في الحالة الأولى، ولما استخدمنا مجزء آخر واي كان ار اس ب2 من 100. ايه الفرق؟ ان المجزء قيمته قلت بعد ما كان في الحالة الأولى 2 من 10، قيمته في الحالة الثانية 2 من 100. تعال نشوف كده مين أيهما في السؤال، في أي من الحالتين يستطيع الأميتر قياس مدى أكبر؟ طبعا هنقيس مدى اكبر اللي هو الحاله الثانيه. ليه؟ لان احنا عارفين قبل كده ان الار اس هتساوي اي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي. اذا العلاقه بين الاي والار اس علاقه ايه؟ عكسيه، علاقه عكسيه. يعني معنى ذلك ان كل ما القيمه دي تقل الار اس تقل يزيد المدى الاي. اذا الاجابه في الحاله الثانيه اللي هي الار اس بتساوي 2 من 1000 هيستطيع الاميتر قياس مدى اكبر، يمكن قياس مدى اكبر للتيار، لأن العلاقة بين الار اس والاي علاقة عكسية، فقلت الار اس تزيد الايه؟ المدى بتاع الاي. اذكر المصطلح العلمي الوعاء الحاوي لذرات الوسط، طبعا ده بنسميه التجويف الرنيني، التجويف الرنيني اللي هو فائدته الأساسية اللي هي تكبير الليزر وذلك بوجود المرايا العاكسة له، أما الإناء الداخلي فيكون حاوي المادة الفعالة التي يحدث لها الإثارة. اكتب مصطلح علمي، حزمة من أشعة الليزر المتوازية تلتقي مع الأشعة التي تترك الجسم حاملة المعلومات والتصوير. احنا عارفين لو فرضنا ان دي مثلا جسم مجسم بالشكل ده والضوء ساقط على الجسم المراد تصويره، فإن الأشعة المنعكسة دهيت تدي صورة مستوية، هتعطي الصورة مستوية على اللوح الفوتوغرافي، ولكي تعطي صورة مجسمة نسقط عليها بقى حزمة من الأشعة، بنسميه بقى ده الأشعة المرجعية، يبقى ده اسمها الأشعة المرجعية. يبقى لما نيجي نعرف الأشعة المرجعية، الأشعة المرجعية هي حزمة من الأشعة الليزر المتوازية تلتقي مع الأشعة المنعكسة
لتعطي شفرة الهولوجرام. دي بقى شفرة الهولوجرام اللي هتعطي لنا هنا صورة مجسمة بالشكل ده، صورة مجسمة. يبقى الإجابة الحزمة ده هي تسمى الأشعة المرجعية. أجب عن السؤال وعن سؤال واحد فقط. اذكر نتيجة واحدة ترتب عليها زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط في الميكروسكوب الإلكتروني. نتذكر في الميكروسكوب الإلكتروني معادلة دي برولي. بما أن معادلة دي برولي بتقول نص عليه إن كل جسيم متحرك يصاحبه طول موجي يساوي ثابت بلانك مقسوم على كمية الحركة. طبعا الإلكترون كتلته ثابتة وثابت بلانك ثابت، يبقى العلاقة بين الليمدا والفي علاقة إيه؟ عكسية. فكلما زاد فرق الجهد زاد تعجيل الإلكترون، وبالتالي يقل الطول الموجي عن تفاصيل الفيروس، وبالتالي يمكن رؤية إيه؟ الفيروسات. يبقى الإجابة تاني، يبقى زيادة فرق الجهد عن إجابة السؤال الأولاني، يبقى زيادة فرق الجهد تعمل على تعجيل، تعمل على زيادة تعجيل الإلكترون، تعجيل الإلكترون. طيب لما يتعجل الإلكترون إذن يقل الطول الموجي عن تفاصيل الجسم، عن تفاصيل الفيروس، فإذن يمكن رؤيته. تعال السؤال التاني، اذكر نتيجة عدم تشغيل مجالين الكهربية والمغناطيسية في أنبوبة الكاثود. لو ما شغلناهمش يتحرك شعاع الإلكتروني في مسار مستقيم، يتحرك في خط مستقيم، اللي هو مين؟ اللي هو شعاع الإلكترونات، لأن المجالين الكهربي والمغناطيسي يعمل على توجيه وتحريك الشعاع الإلكتروني أفقيا ورأسيا. يعني لو جينا نقول هنا ده أنبوبة الكاثود، أنبوبة مفرغة بالشكل ده كده، دي شاشة من الفلورسنت، شاشة من الفلورسنت، وهنا الفتيلة وهنا المصعد. إذا لم يوجد المجالين يسير شعاع الإلكترونات في مسار مستقيم وتظهر بقعة مضيئة هنا، ولكن وجود المجال الكهربي والمجال المغناطيسي يعمل على توجيه وتحريك شعاع الإلكترون أفقيا ورأسيا. السؤال اللي بعده، عبر بالمتجهات فرق الجهد، فرق الجهد والتيار في دائرة تحتوي على مصدر متردد وملف، ملف حسي وتيار متردد. طبعا معروف ان الجهد يتقدم عن التيار بتسعين درجة. لو فرضنا ده في، فإن فرق الجهد يتقدم 90 درجة بينما التيار يتخلف 90 درجة اهوت بالشكل ده كده. لو عبرنا عنه بالمتجهات يبقى ال V L يسبق التيار I ب90 درجة، يعني ربع دور. لما نيجي نشوف بعد كده، طبعا أهمية عدد كبير من اللفات، أهمية عدد كبير جدا من اللفات هنا بيجعل شدة التيار ثابت الشدة، عدد كبير من اللفات، فأنسب واحد الاختيار الصح هو الاختيار د. نجي على السؤال، علل. تستخدم أشعة إكس في تعريف في دراسة التركيب البلوري. الإجابة لأن لها قدرة على الحيود، قدرتها. يبقى السؤال الأولاني
اجابه سؤالاني، لان قدرتها عاليه، قدرتها عاليه على الحيود. طبعا كنا عارفين الشكل البلوري، اي عنصر بيتركب من ترتيب هندسي متكرر بالشكل، وهنا ذرات مثلا لو اخذنا كلوريد صوديوم بيتخلل كل ذره صوديوم كده كلور كلور بالشكل ده كده كلور كلور، بنسمي ده التركيب البلوري. قدرة الأشعة السينية إن هي تحيد، يبقى لها قدرة على إنها تحيد، وبالتالي يمكن معرفة التركيب البلوري لبعض العناصر. السؤال الثاني، انبعاث الأشعة الطيف الأشعة المستمر لأشعة إكس موكلتش، طبعا تفسيرها يرجع إلى حدوث تنافر. يعني احنا عارفين ذرة التنجستاين أو الهدف ده النواة المجابهة بروتونات، والإلكترون اللي جاي من الفتيلة هيتنافر مع الإلكترون الداخلي، أهو جاي يتنافر، تنافره يتعمل على تقليل سرعته وتتحول النقص في الطاقة الحركية إلى طيف إشعاع مستمر. يبقى يعني معنى كلمة عالي هنا معناها نفسر ليه بيصدر طيف طيف انبعاث مستمر. الإجابة على كده أهو لنقص طاقة حركة الإلكترون الصادر من الفتيلة مع إلكترونات الهدف، وهذا النقص تحول إلى طيف مستمر، بنسمى بأشعة الفرملة، تسمى بأشعة الكابحة إلى آخره. بالنسبة للقصور الذاتي، احنا عارفين في حالة الملف عندما يكون مستوى الملف موازي يكون عزم الزواج أكبر ما يمكن، فعند الدوران عندما يكون موازي، عندما يكون مستوى الملف موازي بيكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن. مع الدوران تقل الزاوية بين الملف والعمودي حتى ينعدم في الوضع العمودي، يعني عدم عزم الزواج. لكن القصور الذاتي يحافظ على استمرار دوران. طيب السؤال اللي بعده، ما الدور الذي يقوم به ملف الحس في دائرة الفلورسينت؟ طبعا ملف الحس هينتج حس ذاتي فتتولى الطاقة الكهربية نتيجة المجال المغناطيسي، تعمل على إثارة الطاقة المغناطيسية الناتجة، تعمل على إثارة ذرات الفلورسينت، تعمل على إثارة ذرات مادة الفلورسينت، وعند استقرار هذه الذرات ينبعث الضوء. لما نيجي نشوف المثال ده، السؤال بيقول ايه؟ في الدائرة الموضحة عايزين نحسب قيمة الار. جاب لك اتنين معلومين، الفي والاي. بالعقل والمنطق كده، اذا جالنا الفي والاي، معروف الفي بيساوي الاي، يبقى كل معلوم ما عدا مين؟ الزد اللي هي المعوقة. لو قلنا الزد يساوي ايه؟ يساوي الفي على الاي. تعال نعوض كده، يبقى الزد
اللي هي المعوقة بتساوي 20 على 2، 20 على 2 فعلى 10. إذن زد بتساوي 10، 10 أو معوقة الدائرة كلها 10. طب ما احنا عندنا التيار اهو، تيار وعندنا، يبقى نقدر نجيب الاكس ال الاكس سي، الاكس سي بتساوي ايه؟ الفي على الاي بتاع الجزء هنا، الفي 12، الاي الاي على التوالي ثابتة على 2، يبقى نقدر نقول ان ده هي 6، ان الاكس سي بستة، بستة اوم. طب ما بينهم زاوية 90، لو طبقنا فيثاغورس يبقى نقول زد زد تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكس سي تربيع. طب ما زد 100 والار تربيع مجهولة ودي 36، 6 هي 36، 36 تربيع. بالموجة ده بالسالب، اذا الار تطلع 4، ار تربيع بتساوي 64، إذن الـ R بتساوي 8 أوم، يبقى الإجابة 8 أوم. أوميتر مقاومته 3750، وأقصى تيار يقيسه 400 مايكرو أمبير. احسب قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل مؤشره ينحرف الى منتصف التيار. طبعا معروف الميزة اللي في الاوميتر بيوصل ببطارية ذات جهد ثابت، يبقى نقول جهد الجهاز قبل توصيل المقاومة، وجهد الجهاز هو نفسه بعد توصيل المقاومة. قبل توصيل المقاومة اي في ار، بعد توصيل المقاومة قلل النص. ليه؟ لأن الأرض هي ضفنا لها مقاومة مجهولة مش عارفينها كام، R شرط أو نسميها R X. تاني، في سؤال مشهور اللي بيقول يوصل الأوميتر بفرق جهد ثابت، عشان تبقى العلاقة بين الأي والأر علاقة إيه عكسية. اي بتاعت الجهاز الاول كام؟ كانت 400 مايكرو، يعني 10 اس سالب 6. ار للجهاز كانت كام؟ 3750. طيب امتى القراءه دي تقل للنص؟ يعني تبقى 200، يعني نص الاي، يعني نص 400 200 في 10 اس سالب 6. إذا احنا وصلنا بال 3750 مقاومة مجهولة مش عارفينها كام، اللي هي المطلوبة دي، احسب المقاومة، احسب المقاومة المجهولة زائد ار اكس، أصبحت معادلة ذات مجهول واحد. تاني بسرعة، أول ما نسمع كلمة أوميتر نقول حيث أن فرق الجهد البطارية بنثبتها ثابتة، عشان تبقى علاقة بين الأي والآر علاقة عكسية. فإذا قل التيار، إذا قل المؤشر للنص، يبقى دليل إن إحنا ضفنا على مقاومة الجهاز R مجهولة مش عارفينها كام. هنعوض أقصى تيار كان بيقيسه 400، والمقاومة بتاعت الجهاز لما يقلوا للنص، يعني نص 400 200، فنقدر نقول 10 أس سالب 6 في 10 سالب 6 على 2 في 1 في 2، يبقى أصبح هنا القيمة دي كام؟ أصبحت القيمة ديت 2، فيبقى أنا 0 0 5 معنى 1 7، هتساوي القيمة دهيت 3750 زائد ار اكس. طبعا دي بالموجب نعدها جهة تانية بإيه؟ بالسالب. إذن الار اكس بالآلة الحاسبة يطلع 3750 أوم.